تبقى فكرة حلوة النوستالجيا. الناس كلها بتحب تبقى فيه عندها حنين للماضي وتشوف التاريخ بيقول ايه. بيبقى فيه متعة في الموضوع، خصوصا لما بيبقى حاجة انت بتعشقها او بتحبها. بنتكلم عن نوستالجيا النادي الاهلي وكمان يعني السوبر المصري، وهي يمكن بطولة مستحدثة اول مرة شاركنا فيها والاهلي شارك فيها كان 2003، فعايزين كان امام كمان الزمالك على حسب ما اتذكر. فرجعنا بقى بداية من النوستالجيا دي. النوستالجيا يعني تاريخ، والنادي الاهلي هو تاريخ. النادي الاهلي الوجهه الحضاريه لمصر، يعني من قلاع الوطنيه في مصر النادي الاهلي، من قلاع التاريخ في مصر هو النادي الاهلي. 1907 الى 2000 النهارده 21، يعني كام سنه، 100 تاريخ عظيم. فلما نتكلم على التاريخ نذكر النادي الاهلي، لما نقول المبادئ النادي الاهلي، البطولات النادي الاهلي. دي مقدمه بسيطه عشان الناس تعرف اللي ملوش ماضي ملوش حاضر. كمان اللي بقولها ليه؟ لان الاهلي احنا عايشين على الماضي والحاضر وكمان المستقبل اللي جاي. المستقبل كله بناخده نستمده من ايه؟ من الماضي الجميل، من رؤساء شرفاء، من ناس محترمين، من لعيبه كبار، من تاريخ عظيم، من مبادئ، من قيم، من اخلاق اتعلمناها في النادي الاهلي. لو اتكلمنا عن السوبر، هو اول بطوله فعليه الاهلي خدها 2003، لكن هي البطوله بدات 2001، وكان المفروض الاهلي يلعب في البطوله، ولكن كان طبعا الاهلي هو الواجهه الحضاريه لمصر. ها كان بيلعب في افريقيا، وكان وراه مباراه مهمه جدا مع اسك ساحلي العاج، اسك ابيجان، فرقه عظيمه موجوده من زمان طبعا. وكان الاهلي وراه مهمه وطنيه برضه، كان في بعض التعنت من اتحاد الكوره ساعتها، ها ان الاهلي ايه كان عايز ياجل كام يوم، قالوا له لا لازم تلعب مصر، فانسحب. فدخل بدل الاهلي المحله اللي كان تاني الكاس بعد الاهلي، ولعب مع الزمالك وما لعبناش المباراه. يعني احنا من قديم الازل الاهلي، يعني لعيبه النادي الاهلي يعني متشتتين في بطولات مختلفه ونفس القصه. كل المكان عشان احنا بنمشي باللوائح والنظم. في ناس كانت بتمشي باللوائح، وبيحصل زي احنا بنشوف الايام اللي فاتت دي، هرج ومرج وست نقط واتحاد كوره وحاجات كده غريبه ظريفه يعني، كلها دي مقدمات يعني. والتاريخ تملي بيعيدنا الواحد بيخبي الهوا بيخلي كل حاجه.